تأثيرات الكورونا وصلت إلى كل جوانب الاقتصاد والحياة حتى الفحم. نشاهد المزيد من التفاصيل وبها ننهي هذا الجزء من حلقتنا ونلقاكم بعد الفاصل. فيروس كورونا يكتسح تفاصيل الحياة ويبطئ دوران عجلة الاقتصاد حول العالم. مصر وصناعة الفحم ليست بالاستثناء. يضرب الفيروس قطاع صناعة وتجارة الفحم ليؤثر على الطاقة الإنتاجية بشكل كبير ويتسبب في خسارة الكثير لأعمالهم. أنا في الوقت اللي هو قبل كورونا ده كان معايا عمال نسبة 40 عامل 30 عامل في اليوم أو 20 أو 25 يوم في حركة شغل شغالة. النهاردة احنا أصبحنا ممكن بربع طاقة، واحد اثنين أربعة انفار خمس انفار، طبعا ده وقف حال علي وعليك وعلى الكل. تراجع الإنتاج الملحوظ للفحم مرتبط بشكل وثيق بمصادر تصريفه، فالمطاعم والمقاهي التي اعتادت أن تكون الوجهة الأكبر لتصدير الفحم قد أغلقت بشكل كامل أو جزئي، فضلا عن قطاع السياحة المتضرر. الفحم اللي انت كنت بتستهلكه في الأسبوع للأساسيات المشويات 15-12 شكارة، دلوقتي بقيت انت في الأسبوع 3-4 شكار، وتبقى انت كده عملت مع نفسك الصح. ليه؟ لأن ولا في سفر ولا في تكاوي، في نفس الوقت الدليفري في ناس معظمها معاش رقم. لم يقتصر الأمر على المطاعم، فالمقاهي قد تأثرت بشكل كبير بعد القرارات المتعلقة بالإغلاق التام والتي لا تزال سارية ضمن قرارات عدة لمواجهة فيروس كورونا. الإغلاق يعني توقف تقديم الأرجيلة أو ما يعرف في مصر بالشيشة، والتي تدفع أصحاب المقاهي إلى شراء الفحم. الفيروس منتشر عالميا وكل الناس قلقانة منه وكل الناس خايفة منه. أنا عن نفسي خايف على عيالي. المشكلة ان هو اثر علينا اقتصاديا، يعني هو غير ان هو اثر علينا صحيا هو اثر علينا اقتصاديا، لان انا معايا 14 عامل والناس ديت فاتحة بيوت وعندها التزامات ومسؤولة عن بيوتها، فانا مضطر ان انا اساعد بعض منهم لان مفيش دخل غير الشغلانة ديت. الجائحة العالمية المتمثلة بفيروس كورونا أثرت على الكثير من المصريين ولا سيما الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، فالإغلاق الجزئي يوحي بصعوبات تترتب على سابقاتها في بلد فيه واحد من بين ثلاثة يعيش حالة فقر وفقا لإحصاءات.